مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد مع برنامجكم فضفض. وصلنا معكم إلى تاج البطولات في هذا الموسم، كأس سيدي سمو أمير بلاد المفدى، ونبدأ معكم من دور الثمانية. وأول مباريات هذا الدور الغرافة والسد هنا بساعة عبد الله بن خليفة. البهود يبحثون لأبعد نقطة في كأس الأمير، والزعيم دائما تعود على الصدارة. نحن معكم من المدرجات، أنتم دائما وعليكم للمتابعة. من يفوز اليوم؟ غرابة. على كيفك الغرابة السداوية زحمة، شوف حتى وراك في سداوية. والله زحمة غرباوية اليوم. إيه أكيد. حاضرين؟ إيه. كم النتيجة؟ 4-0. اليوم مباراة ثقيلة مع الغرابة. مباراة الكؤوس يعني غير، تختلف عن مباراة الدوري. مباراة الكؤوس لأن ما في فريق ضعيف. كلهم الأفريقية يحاولون أن يفوزون، فإن شاء الله السد اليوم بيوصل النهائي. صعبة المباراة؟ صعبة؟ لا مو صعبة على السد. وضع الزعيم، أنا قاعد أفكر في المباراة يوم 16/5 في الوكرة، أقابل من؟ احتمال أقابل السلية. يا رجل إيه؟ الثقة اللي عندكم هذه؟ الثقة؟ أنا فريقي الفريق الذي لا يقهر. خمسة خمسة خمسة. غرابة؟ هاي غرابة، غرابة راح زمان حق السد. السد قاعد يلعب مباراة سهلة والغرابة ما عنده شيء، فايزين 5-0. خمسة؟ 5-0. الولد يقول 5-0 يا أبو طلال. والله مش سهل وياهم، والله فريق السد ما يوقف احد السنه ان شاء الله. موضوع دوري غير هذا، مباراه كؤوس. لو غير الغرافه يمكن اخاف، لكن مع الغرافه ما اخاف. من يفوز اليوم شباب؟ سداوي. اسمع ما سداوي. دقيقه 8 متاخرين. والله ناطر رفيجي صار لي ساعه. وضع المباراه اليوم وشو؟ ان شاء الله بالتوفيق للسد ان شاء الله. والله الفهود يبرقون، اصفر يبرق. لا ان شاء الله، ان شاء الله قد هالسد. كم؟ 3-1 ان شاء الله. من يفوز اليوم؟ ان شاء الله السد. كم؟ 4. من يفوز؟ سداوي ان شاء الله. 5-0. سد 8 وفوق. 8 وفوق؟ 8 وفوق. العب سلة انت يا رجل. مع ان سعد الشيب ما يلعب، بس ان شاء الله. شوف وضع المباراة مع الصفيحة والزعتر لك عليه ترى. ايش بيسوي الغرافة اليوم؟ ان شاء الله بجي. ان شاء الله. 1-0 بالله. واحد بس. رجل السداوية يقولون بالأربعة وبالخمسة. إذا بدنا واحد يصير خير. يصير خير ها؟ يصير خير. الزعتر شلون الزعتر؟ أحلى شيء في المباراة الزعتر. أنت الحين ما بلشت. الزعتر. يا عشان الزعتر، لا غرافة ولا سداوي. الغرافة بيخلص اليوم؟ أتوقع السد يعني. حتى مع فيف اصبح جناح شمال، طلع له عبد الكريم حسن، عملها قطريه جميله 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 جميله. الله 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 الله. خوخي. ابو علام واول اهداف المباراه. ابو علام مرتاح على الغرافه، دائما يسجل. ان شاء الله بهذا الاداء ان شاء الله نضمن نفوز ان شاء الله. الشوط الثاني ان شاء الله متفائلين باللعيبه يرجعون الغرافه باذن الله. خلاص بتروح للسد؟ لا السد متكبر 1-0، لكن ان شاء الله اداء اللعيبه يبشر بخير باذن الله. والله مباراه صعبه، السد فريق كبير، ان شاء الله الغرافه يفوز ان شاء الله. يرجع غرافه ان شاء الله باذن الله. باذن الله. وضعكم صعب الغرفاويه. انا قبل المباراه اصلا ما كنت متفائل، يعني شوف الهجوم مالهم، يعني 60 هدف بين لاعبين في بطوله واحده، اكيد بين الملعب مو متفائل. انا جيت الملعب على اساس تكون اخر مباراه في الدوري، على الاقل اكون حضرت المباراه يعني. عارف مسلم يعني؟ اي انا مسلم عيل. انا من القسم الثاني مسلم اصلا. نفوز اليوم باقل مجهود، المباراه الجايه مع الاهلي السعودي يوم الاثنين ان شاء الله اهم. المباراه هذه والباس. طمنها يعني؟ باس. رجل باص مشكله يوم الاثنين بس. خوف تركب الباص اليوم؟ لا ما في باص. اي باص؟ باص البطولات في الملعب استاد السد يعني. خالصه البطوله هذه خالصه. الغرافه الحين شات حيله
هذه فزت عراوي بسيطة، فزت شوي وبعدين يرقد. الشوط الثاني بتشوف السد أحسن من الشوط الأول. النتيجة؟ النتيجة أنا أقول لك مع بداية الشوط الثاني يمكن 2-3-4. اليوم مع الغراف. الغراف. ليش؟ يونس محمود. يونس. سباح. طبعاً شيك. وضع المباراة اليوم كيف راح يكون؟ 1-0 عليكم الحين. كلش حلو المباراة، كلش حلوة، بس أعتقد يرجعون للغرافة. توقع جميل من الهيدوس. يا ولد العيب يا ولد العيب، فرصة تاني فرصة تاني فرصة تاني فرصة تاني، عملوها خلصوها، والثنائية للزعيم سجلوها مع الدقيقة 45. بنجاح ما يخلي حركاته، واثنين أنهاها خلاص خالصة يا رجل. الحمد لله رب العالمين. 2-0 الشوط الأول، أحلى سيناريو عندكم. خلاص الحين الشوط الثاني إن شاء الله يطوبه. خالصة خالصة إن شاء الله. خالصة خمسة بتشوف الحين. يلا بتشوف الفوز، الفوز إن شاء الله صدقوا بإذن الله برادة الله بشهود الرياضي. 2-0 الحين يا رجال. يا رجال إن شاء الله خمسة فايز فايز. هذا غرابة ترى يا أخي، الغرابة إيش أقوى؟ بغداد، عارف بغداد بنجاح؟ طيب لا أعرفه. بغداد هو اللي يدمر الملعب بأكمل. 2-0 وخلص الشوط الأول. 4-0 بإذن الله للسد. يا ابن الحلال. لا للسد بإذن الله. والله غرافة بيرجع. لا 4-0 للسد. كذا خالصة؟ خلاص خالصة. انتهت. ناموس. إن شاء الله للسد، إن شاء الله ناموس للسد. للسد بغداد بنجاح، 1-1 يعدي مارين سيزر. فرصة ثالث فرصة ثالث فرصة ثالث، عملها أكرم، عملها أكرم عتيق الله. أكرم بعد ما ضيع فرصة محققة رجع وسجل الثالث، أجهز على الغرافة. والله يا أخي الفريق أدى، ولكن للحين شباب وإن شاء الله المباراة. ضيعت وايد. ضيعنا ما في حظ، ما في حظ صراحة. لا ما في حظ. الغرافة كبيرة ممكن في أكثر. أنا راضي عن الفريق شخصيا. سد طار بهالفريق، آخر شيء هالنتيجة. أحمد علاء عبد العزيز حاتم قدام الجول قاعد مسخرون الحارس، سجل زين ترى السد وتعبان، فايز عليك 3-0 يا أخي. حسوا موسم للنسيان للغرافة. أنا أشيل المباراة هذه، بس لما أطلب من الإدارة بعد المباراة شيل الأربع مدربين حذفهم، يبني سوبر، وإذا أنت مو بقدها غير نفسك لأن أنت مو بقدها. بركاتك يا مطوع. اللهم لك الحمد. يوانا الأسود ما قدروا علينا قبل، هاي الفهود بعد معه على قولة واحد، السد مثل حمام فخره. هالشكل أنا بس أبغى أقول الغرفاوية ما عاد يلعبون. 3-1 3-1 بس ما يلعبون الغرفاوية، خلاص يعتذرون يعتذرون. الباص الداوي والكاس الداوي إن شاء الله. مهدي تريمي هاتوا خد. الله يا مهدي، الله يا ولد، الله 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 الله. والنتائج الجيدة أمام بختكورة في دوري الأبطال في المرحلة الأخيرة، والفرصة الثانية، فرصة الثانية مش معقول مش معقول مش معقول عبر الشراك أمامية على طول. أكرم عفيف الرابع ولا إيه؟ الرابع ولا إيه؟ لا 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 رباعي رباعي. إيه الجمعية دي؟ إذا نهاية المباراة بالأربعة، إذا نهاية المباراة بالأربعة الزعيم مبروكين. بغت تروح بالأخير لكن جودتوها. قلت لك من البداية لو البال رايق كان ليل الغرافة طويل، والله العظيم لو بالنا رايق كان ليلهم طويل. بالأربعة المباراة كانت صعبة ترى، ما كانت سهلة. المباراة كانت صعبة بس كان في تهاون كبير من لعبتنا، خاصة من أكرم عفيف الله يهديه إن شاء الله. المباراة بغت تروح علينا في آخر الدقائق، ممكن يرجعون ممكن يرجعون. كان 3-2 بس الحمد لله الجول الرابع ريحنا وارتحنا، وننتظر من بيجينا العربي ولا الريال. انتوا جاهزين؟ احنا جاهزين حق اي فريق. التغييرات اللي سواها المدرب رجعت الفريق لورا، ولا هم الشباب ودلعهم، وبالذات اكرم شوي لهد دلعه والتفلسف شوي. احنا كان من اول صايره النتيجه 6 ولا 7. الاخير خفت. لا ما في، شوف والله ما خاف مع السد. 3-2 والله ما خاف مع السد. خلاص المباراه انتهت من يمكن الدقيقه 60. خلاص وجبت بذلات المدرب. جاهزين اللي يجيكم؟ لا تقول الجولين، لا تقول جاهزين اللي يجيكم؟ لمين؟ اللي يجيكم اللي يجيكم. انت سألت في اول المباراة وقلت لك انا افكر في 16-5 ويمكن اقابل السلية، مو بخوف لان احتمال السلية يفوز على دحيل. دحيل السلية برشلونة كاس الامير سداوي. ارتحتوا لكن كان الوضع صعب. صعب والله، بس الفهود قطاوة قدام الزعيم. الفهود قطاوة قدام الزعيم. ما اسمع ما اسمع.
الفهود قطوة قدام الزعيم. عاد تستخدم الحيبة أمنا. الوعد إن شاء الله في النهاية. إحنا ما نشوف شيء قدامنا. ننتظر العربي ولا الريان. أي واحد فيهم. سطر إن شاء الله وإحنا رايحين النهاية. منتهي إن شاء الله. يا الغرفوي تمسح ملعبك قدام الزعيم يوكلك. يوكلك الزعيم. الوعد أستاذ الوكرة. خوفوك ما يخوفون. أنا ما أخاف من فريقي. الزعيم ما يخاف من شيء. ومؤثر كيل اي ملعب جديد عند نادي السد. استاذ الوكره احنا بنفتح البطوله. قال لك الافتتاح افتتاح ملعب الوكره السد هو اللي بيفتح. مستر كي ها؟ مستر كي. شاعر السد اللي تكلم اليوم وقال فوق الاربعه جت اربعه. اربعه بقل مجهود. الله يعينهم استاذ الوكره. الصامل يلحقنا. كلام كبير سداويه. مبروك يا سداويه وملعب حتى الرابط الى الان شغاله. ألف مبروك للزعيم هارد لك للفهود. مباراة كانت كبيرة بين الفريقين. يعطيهم الصحة والعافية. شكرا للجماهير الفريقين بأمانة. حضور اليوم مميز للسد والغرافة. لا تروحون بعيد. فضل مستمر في قمة الريان والعرب. مساكم الله بالخير متابعينا الكرام في آخر مباريات دوري الثمانية من بطولة كأس سمو الأمير قمة العربي الريان. الله على المدرج. هل المنظر من زمان ما شفناه. ما راح نطول كثير في المقدمة. ليش نشوف أراء الجماهير الجميلة الحاضرة حول هذا اللقاء. المرات النادرة خلال السنوات القليلة الماضية بأن نشاهد من خلالها جماهير النادي العربي في مدرجات ملعب المباراة. طالب التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله تكون مباراة حلوة وديربي حلو إن شاء الله اليوم. يا أخي من زمان ما شفنا الجمهور العربي يا أخي. شو اللي حفزهم اليوم يجون؟ يبون يوصلون النهائي إن شاء الله. يوصلون؟ بيوصلون. بيتعدون الريان؟ إن شاء الله. صعب الريان؟ بيوصلون. جمهور؟ بيوصلون. إيه؟ جاي مع السداوي جاي مع الجمهور العربي ها؟ شككت بالعربي بدور نصف النهائي ها؟ كان رفيجك. إيه؟ اهلا يا عرباوي وينك يا ذيب ابطيته ان شاء الله اليوم ان شاء الله اليوم اليوم بوني بيخلصها اليوم بوني بيخلصها ان شاء الله اذا خلصها خلاص خلص عندهم تباته ان شاء الله بوني موجود والله تباته صعب والله والله من زمان ما شفناكم يا ريانين وينكم يا موجودين احنا طال عمرك في اصعب الظروف نكون موجودين والله حتى اليوم بعد الظروف صعبه ظروف صعبه لا شك لكن ان شاء الله الرهيب قادر انه يحسم الثلاث نقاط والتاهل للنصف النهائي. عربي صعب بعد ترى يخوف يعني. لا العربي يعني بخصوص الريان ما يحتاج لا تألق لاعبين ولا اجتهاد إدارة ولا يعني فترة هذه تعودنا عليها. أكيد أكيد كأس الأمير ويستاهل والشباب يستاهلوا بعد إن شاء الله. ريان صعب. لا ما عليه. العربي قدها إن شاء الله. صعبة ترى. ما عليه. كل مباراة ولها ظروفها وإن شاء الله اليوم العربي قدها. خلصونها اليوم. ان شاء الله 2-1 2-1 ان شاء الله عرباوي ولا ها ولا نادي ثاني عرباوي تعصب شكلك لا 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 ايش بتسوون اليوم قدام الريان ابي اعرف ايش بتسوون ان شاء الله نفوز ان شاء الله 2-1 ان شاء الله اكيد نادي الريان تسوون اليوم ان شاء الله بنفوز عليهم ان شاء الله يعني. احس ان جمهور الريان متخوف ما والله ما ادري احس ان الجيم متخوفين ليش يخاف من فريق ما اخذ ولا بطوله يعني ما اخذ ولا بطوله عنده بطوله عنده 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 ثمان كؤوس كاس الامير متى اخر بطوله ماخذها؟ نهاية تاريخ هذا؟ لا من زمان يعني هاي فريق قوي فريق الريان ترى قد يعود الزمان لا ما يعود والله رساله لمن يمه الامر مثل ما يقولون عربي والريان فريقين كبار والله يوفقنا اليوم ان شاء الله متى هو اليوم؟ والله نفس شفت مباراه الغرافه والسد كان ممكن الغرافه يتعادل في دقيقه مباراه كوس اللي يستغل بس اللي يستغل قادرين تستغلون اليوم اوضاع الريان بعد؟ والله الريان صحيح انه مستواه نازل شوي وبعد الاسيويه بس يتم الريان يعني وان شاء الله يتم الريان فريق كبير ارجع يا زمان ان شاء الله يرجع الزمان والله 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 يا اخي منظر جمهور اليوم مهيب صراحه الحمد لله هذا طلب ابو خليفه وابو خليفه ما يطلب صراحه ابو خليفه ما ابو خليفه يامر ان شاء الله والله حضوركم بس يعني حضور الجمهور العربي اكثر منكم على طول فتيت من لا 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 اقولك قاعد اشوف انا اشوف ما حد يفتي في صوره من قدام من الشاشه المنصه الرئيسيه اي الصوره اللي شفناها من قدام ما حد شافها وين وصلت لك وانا جاي بنفوز عليهم الريان صعب ترى سهل سهل صعب صعب الريان لا عادي تخلصونها اليوم ايه خمسه لا خمسه ايه يا
رجل اثنين ولا خمسة؟ ان شاء الله فايزين. ثقة ولا تمني؟ ثقة ان شاء الله. واثق فريقك؟ ايه فواثق. مع انك كان مزعلك وايد فريقك السنوات. قبل بس الحين خلاص ان شاء الله خير. خلاص يعني طبتم خلاص. ايه ان شاء الله. كم؟ ان شاء الله نفوز اثنين او واحد ان شاء الله. اثنين او واحد. ايه. ان شاء الله الفوز. والتأهل. واثقين؟ واثقين ان شاء الله. ريان صعب؟ ان شاء الله ان شاء الله. ما في عند الله صعب. ونعم بالله. كم؟ ان شاء الله 2-1 3-1 2-1 3-1 اي ان شاء الله. ترى كل العربوي اللي سالتهم قالوا 2-1 اي ان شاء الله لان الريان صعب بعد. مطالبه بركله جزاء بيروح للفيديو بالدوري اما ان يؤكد على صحه قراره لان هنالك ركله جزاء على لاعب نادي الريان غونسالو فييرا. ضرب جزاء عن طريق الفار. بداية مولعة بالنسبة للعربوية. ان شاء الله ان شاء الله نسجلها. اهم شيء ان شاء الله نسجلها. ان شاء الله بوني قدها. ان شاء الله العربي ان شاء الله راح يفوز بالمباراة هذه حول الله. هاي اذا ما خان التعبير اول بلنتي العربي بالفار ولا؟ اتوقع بهالطريقة. نعم اتوقع. بوني فهد الحمد لله الحمد لله. فيه بعد دو الناس ان شاء الله بنسجل بعد. فيه ان شاء الله بنسجل ان شاء الله بنسجل بحول الله يا رب. ان شاء الله ربعنا قدر. الله عليكم. لا 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 المناعي لا 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 اليوم العربي غير. فايزين باذن الله. واصلين الثمامه رايحين. احنا رايحين صف ملعب الثمامه هناك صف الوكره. الوكره ملعب الوكره. رايحين للكار وماخذين الكاس باذن الله. قالها الله ماخذين الكاس. يرجع الريان. ما يرجع. لا بيرجع. جمهور العربي هنا موجودين ونساند فريقنا في السراء وفي الضراء وماخذين الكاس باذن الله والربع فيهم الخير والبركه. الريان بيرجع ولا ما راح؟ ان شاء الله بيرجع. بيرجع ان شاء الله بيرجع. ثقه ان شاء الله باذن الله. يا اخي قسما بالله انا اللي عجبني في جمهور الريان يا اخي ثقته في فريقه. يا ابوي العربيه معروفين يا ابوي. هدي بس هدي يا رجل. هدي بس يا رجل. على ما قالوا قومت عراوي بس. قومت عراوي. نعم والله ترى العراوي يروح يفتح ترى يفتح. الله يوفق. لي لعبه حلو يستاهل الفوز. الله ضاغطين عليك. عادي اول 10 دقائق ما عنده مشكله. 10 دقائق يا اخوي نص ربع ساعه. اي عادي ما عنده مشكله. ترجعون؟ نرجع ان شاء الله. اكيد الريان ان شاء الله يرجع. العربي والله اخطر والله. لا ان شاء الله يرجعون عادي. هم اول شيء تشي عقب نرجع. لا والله بلنتي صحيح على مسؤوليتي الشخصيه. صحيح والله صحيح. ما في شك مني من فيها شيء يا رجال. فيها 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 والله فيها ضربه. الحين العربي بيرجع. الحين الريان بيرجع ولا لا؟ ان شاء الله. بس والله لعبكم تحسن بعد الهدف. ان شاء الله ان شاء الله. بس والله خطيرين العرباويه. والله العربي خطير اليوم على الهجمه هذه. ايه ضايع الهجمه ضايعه. والسنداي سجل لمصلحه الريان هدفين في ذلك اللقاء. وبيسكو والبشير كره بحاول تصل تماتو ولا يترك مكان. وتماتا في الملعب. الريان يعدل النتيجه عن طريق تباتا. لا 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 كلمه سيس كلمه يا اخي بتعادل يا اخي ما تبي تتكلم. لا والله صدق التوقعات. ايش قلت لك؟ تعادلت والله. باقي اربعه. اربعه باقي اربعه يا رجل. نعم لا تفهم. خلصت باقي اربعه. فيها متغيرات. باقي اربعه خلصت. اي والله مستانس. لا لا مولعين اليوم يا ريالين. هذه البدايه. التعادل والله مباراه صعبه عليكم. هذه البدايه ان شاء الله. 1-1 زينه. ها خمسه ما نرضى الا بالخمسه يا رجل. غير الخمسه ما نرضى فيها رجل. مباراه كل مباراه لها ظروفها. لا لا احنا العربي لعبتنا. لعبتكم العربي بواب عبور للسد. توفي بيسار. بتروحوا للسد. السد انطرنا الحين. احلى تعادل. احلى التعادل. الشوط الاول تسخين. الشوط الثاني جلد من ريفاس وسبيسيان وتباتا كلهم جلد. ولا واحد ترى خطير عليهم. الجول الجميل من بلنتي. هم يبون يجيبون الجول ويدافعون. لا لا خطره هذا عليك والله. ضيعوا فرصه خطيره عليك والله. شوف عن مشكلتنا الانهاء. محمد العلاء ما يهجم يقعد. ما ادري ايش اقول عن الفريق. الفريق يبيله الموسم الجاي. الحمد لله على كل حال رجعنا في المباراه. ان شاء الله نحاول نفوز الشوط الثاني. الحين بالنسبه حق الريان تسخين للحين ما بدات المباراه. الشوط الثاني ان شاء الله نرجع وفي خمسه ان شاء الله اليوم. بعد خمسه؟ اليوم لازم خمسه. اليوم لازم خمسه اليوم. لازم. بعد التعادل الرياني العرباوي بدأوا يشعرون بالقلق. أكيد ضيعنا انفرادين والفريق ركض شوي.
لكن ان شاء الله بنجيبهم 38 الحين يخلص الشوط الاول، الشوط الاول 1-1 ان شاء الله بنفوز ان شاء الله. صعب الشوط الثاني بنفوز، الريان بعد صعب بنفوز، فريقنا من زمان احنا ما شفنا هالفريق بهالطريقه. شيء ثاني، كم سنه ما اخذنا بطوله احنا؟ 21 سنه. 22 سنه، قول 22. صور الجمهور تكفى، صور الجمهور هذا جمهور رقم واحد في قطر، جمهور فريق ما اخذ بطوله من 22 سنه. وما بالك لو اخذ بطوله باذن الله. لا لا باقي 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 كم باقي شوط و10 دقائق، باقي شوط وخمس دقائق. اتمنى بس ترى اللي سجلوا الريان ريانين لان استهتار بلعبتنا احنا. كم فرصه ضيعنا، كم انفراد، بس ان شاء الله بيصان قلبي عشان الجماهير، بس لازم نفوز عشان الجماهير. شوف الجماهير شوف، بقول لك شغله، الريانين يقولون خمسة خمسة خمسة. لا 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 بتشوف الجديد اليوم. جديد اليوم عندكم شيء جديد؟ ما اقدر يفوزون على الوحده. بتشوف الجديد اليوم، بس يقول احنا ضد العربي غير. جديد جديد عندنا اليوم، جديد عندنا، جديد عندك. اي عندنا، وان شاء الله الوعد ضد السد فايزين المباراه ان شاء الله. الكره باختيار البرازيليين جيكو جارتيل، لمسه الى فيكتور باسكيس الى جارتيل، عرضيه في منطقه الجزاء. صلاح يسجل في مرمى الريان. العربي يشتعل بعد تسجيل هدف ثاني. العربي فايز، العربي اليوم فايز، العربي اليوم فايز. لا لا والله العربي فايز. نعم جديد. وانا اقول لك ثلاثة امكانيين. ثلاثة؟ يمكن ثلاثة. والله ثلاثة. ريان. لا 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 ما عليك. فريقهم تعبان، فريقهم تعبان. الريان تعبان. هاي انت بتفوز على اساس الريان تعبان. لا تعبان فريق. العربي احسن من والله. والله العظيم. شوف المباراة، أنت تشوف كم كان متخلص؟ 3-0، 3-1. 3-1، زين زين. لا 3-1. إيه. إن شاء الله نفوز اليوم. ريان صعب ترى بيرجع. لا لا بس إن شاء الله قادها. ارجعون أقول لك. بس قادها العربوية إن شاء الله بيفوزون. أنا بروح لهم الحين ترى. إيه بس قول لهم، قول لهم العربي بيفوز اليوم إن شاء الله. هاي نادي العربي، تجي العربي؟ ايه. مع جمهور ريان؟ ايه مع الرابع. شلون فرحت لما جاب الهدف الثاني؟ شلون كان رياكشن؟ عصامت ها؟ ايه. عصامت حركات. شوف الريانين والله رياني بعد الهدف الثاني الحين ترجعوا ولا لا؟ انا هالسؤال اللي ابي يا اخي. يطلع سبستياني يدخل دوكالي خلاص، والله العظيم يطلع سبستياني يدخل دوكالي خلاص، خلي لوكا قدامه دوكالي مكان لوكا يا اخي. باقي ربع ساعة بيرجع الريان ان شاء الله. أنا ما شفنا شيء، ما شفنا شيء من أول ما ولدت. إن شاء الله نفوز على الأقل المباراة هذه. بس المباراة هذه عادي على أي شيء، المهم أنه نفوز، أهم شيء تفوز إن شاء الله. بس يأتي مرتبة في المكان المناسب، مرتبة غير نهائي لا يرتفي، غير نهائي يبحث بالموت. خطيرة خطيرة، جول 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 جول. هدف تعادل ريان، وقت حلو. الحمد لله والله حلو، الحمد لله اخر دقائق. الحمد لله الحمد لله والله وقت حلو. ها ايه حلو والله. ما بها بتفوزوا؟ الحمد لله بتفوزوا ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله. وقت حلو. ادري ادري كم بتخلص المباراه؟ 3-2 ان شاء الله. 3-2 ان شاء الله بتخلص. 3-2 باقي 3 دقائق ترى بس يمدي ان شاء الله. بس الحين بيش بسوي بلنتيات يا اخي؟ فكني بلنتيات، ما بلنتيات، المباراه ضاعت خلاص. اللي ضيع المباراه جاردين، لاعب محترف، كوره ما اقدر انقزها، ما اقدر اسجل. انا اقول المباراه خلاص الحين، انا ايس المباراه رايح حق الريان. بلنتيات لكن بلنتيات لكن حرام. هذا الجمهور اليوم يطلع مهزوم، والله حرام. هاي كلها في ذمه جارديل واللي جاب جارديل. هذا الجمهور اذا انهزم اليوم، ولا الفريق ماشي اللعيبه كلهم لاعبين، اما جارديل احنا خلاص شبعنا شبعنا. مع السلامه. مع السلامه عبد القادر. صراحه خلاص كفلت عندك، كفلت كفلت. لنا لنا شكله لنا بوني بوني. ها ان شاء الله بيبا لعبه اعصاب. بيبا الحين لعبه اعصاب الحين. اي والله اسكت يا اخي، بس خايف متوتر. ليش ما خفت 90 دقيقه تخاف من بلنتيات؟ اي اكيد بلنتيات، اي لحظه يعني خلاص الحارس ما يصدق جول واحنا نضيع ويفوزون. ان شاء الله ان شاء الله فايزين باذن الله. والله الواحد بوني يسجلها. بوني شو جابك لهوني؟ بيجيبها ان شاء الله بقول لك انا. Wait for it, Bonnie!
الذي سجل من علامة الجزاء. بولي راحت ضيعها بولي. راحت ضيعها بولي. الله كريم بعوض إن شاء الله. راحت. لا لا ما راحت فيه فيه مكان. يا رودريجو تباتا ولا رودريجو أو قال خلصها في النهاية بعد في النهاية خلصها النهاية لأنا فوزوا اليوم إيه خلاص إيه أكيد أكيد فايز إن شاء الله فايز إن شاء الله جاب البطولة بعد سنين فييرا فييرا يسجل خلاص 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 الريان إلى نصف نهائي كأس الأمير. إذن العربي يغادر البطولة بضربات الجزاء. هاردكم يا عربوية. والله اليوم أديته والله اليوم اليوم أديته لك طلعت بالبلنتيات اليوم. صمت مطبق صراحة. شوف هاردكم الله خلاص تقول العربي الحكي صراحة الحزين على فريق كان ممكن أنه يتأهل. حسنا لا حرام حرام تشوف كثر الناس جايين ضاعت اي واحد بعد كل مره تضيع كل مره بس الوضع على الفريق اليوم بلنتيات لا بس في المباراه يعني زين يعني اهم شيء زين ها زين الصراحه انا سداوي زين واقول حق الريان الوعد ملعب السد جهزوا نفوسكم سداوي توعد الريان خليهم يفرحون اليوم خليهم يفرحون انا ما اقول له لا ايه. صراحه بالحظ فاز الريان ايه. بلنتيات الحظ بس الوعد في السد ها مبروك الله يبارك فيك الله عليك الله يسلمك ايش الحلاوه هذه الله يبارك بس البلنتيات حلوه لا الفوز رياني ايه بس بلنتيات الفوز رياني معروفه بس تكتيكيا شفنا فيه تكافؤ لكن اليوم ابسط يا عم اليوم فرحه الريان إيه؟ فرحه الامه اليوم الحين تعرف بتواجه من السد ان شاء الله شو تقول للسداويه الوعد يوم الجمعه ولعت وشي في البرومو ايه واليوم الريان نو مسك تعال خبيد لا بس انا بقول لك كلمه ترى إيه؟ اول شيء ابارك للكره القطريه كافه بن قوسين احنا الريانيين وهم العربي جمهور اروع جمهور متعه يوم احنا نقول للاتحاد الله في الناديين يعني بيض الوجه الحمد لله اليوم تحس فيه لعب بعشر لعيبه وفي جمهور بس لا انطر اخر شيء ابو خليفه عشر لعيبه اخر شيء عشر لعيبه اخر شيء اخر العبهم لكم مطر بالدقيقه الاولى والناس اللي تنتف إيه؟ زين المهم مو مشكله لكن انا بقول سي عبد الغادر لا 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 والله مالي انا ما علي انا والله تعرفني انا في النادي كيان انا ما اجي لاي واحد لكن انا عندي شيء الحين انا لحظه إيه؟ لازم ليه لازم يعني لحظة ألو المتحجبة بطولتين يبون بطولة أعطهم بطولة أبو خليفة تصريحاته دائما كذي أبو خليفة مبتسم مستانس وجمعة صغير الحمد لله بس احنا شوي متحفظين على الدفاع عندنا بس المباراة صعبة كان صعبة بس العربي مو بالفريق القوي ترى تلاقي قدام لا اي اكيد 100% لكن فريقنا زين مشى الحال اليوم بس ايش بتسوي مع السد؟ ايش تقول للسداويه؟ احنا اهم شيء خلصنا من العربي اي خلصنا باقي لكم اسبوع الحين عندكم اسوي عندكم السد الحديه اللي توقع الليثات خلصنا منها اللي فيها وضحه خلصنا منها خلاص العربي موضوع انتهى الحين مع السد ان شاء الله تقول للسداويه؟ ان شاء الله باذن الله متاهل ما في تصريح اصلا ان شاء الله متاهل احنا فريقنا تعرف مستواه يعني. يا اخي ان شاء الله احس انك شيء مو براضي يعني والله انا شوي متضايق من الدفاع دفاعنا سيء يا اخي دفاعنا يعني ما في ذيك القوة اللي انت بيها يعني لو دفاعي قوي وسطي قوي بقول لك ها الهجوم عندي زين أول مرة أتشرف في حضور الدوري القطري يا مرحبا شرف عظيم لي بدون مجاملة أشهد الله وأنا صراحة قد ساوي وهنيكم يا الريانية بالفوز وإن شاء الله عقبال الكاس تستاهلون يا رجال الله تستاهلون يا حياك الله الله يحييك ويسلمك والله العظيم يا جماعة مباراة صعبة كانت على الفريقين وحتى علينا وعلى الجمهور كله مبارك للريان وصوله لدور نصف النهائي وواجه الزعيم السداوي يقول هارد لك للعربي على هذه المباراة الكبيرة أعزائي المشاهدين وصلنا معكم لختام حلقة فضفض لهذا الأسبوع الوعد بإذن الله الأسبوع الجاي تابعونا